المنطلقة لهجنة الشحانية القادمة مع المركز الثالث. يقدم لنا بروك المضمر الذهبي سالم بن فاران المري، ولكن من غيرت هبت هبوبها العاصفة، وما أدرك ما العاصفة، غيرت وانطلقت إلى المركز الأول. العاصفة اللي انطلقت إلى المركز الأول بشعار مالكها وإمبراطورية العاصفة وجماهيرها التي تنتظر إنجازات العاصفة الكبيرة التي لطالما انتزعها في كل مكان. غيات الهلال في عملية التضمير. هذه الخمس المراكز الأولى المتراقصة المتربعة على الصدارة، بينما ما بعد الخمس ياهي شعارات، ياهي أسماء، ياهي أسماء قادمة بكل قوة، واصلة بكل لحظاتها بانتصاراتها في بطولاتها وأرقامها. شوط العمالقة، شوط الكبار بحضور أحد الكبار الذين دائما وأبدا ما نعتز ونفتخر فيه، لنرحب ويرحب الجميع، يرحب الميدان، ترحب الدلال الأصايل، يرحب الجميع. ترى عدم ذكري أوصافك من أنصافك، لو اجتهد ما اقدر اذكرها مثل ما هي. واللي يقدر في قصيدة يذكر أوصافك يقدر يصب البحر في بيال الشاهي. مرحبا يا أبو حمدان، مرحبا بسيدي معالي الشيخ سلطان بن حمدان بن محمد آل نهيان، مستشار سيدي صاحب السمو رئيس الدولة، رئيس اتحاد سباقات الهجن. والله وحلوت، والله ونورت، والله وحلو مساؤنا ويومنا زان. العودة إلى العمالقة بحضور العملاق. المقدمة يا اخواني الصراع والنزاع مع الشاهينية لهجن العاصفة. غياث الهلال يقود هذه المعركة، يقود هذا المساء بذكريات هذا الشعار، بإنجازات هذا الشعار. أحد الأبطال، أحد الأسماء، أحد الفرسان، ولي عهد دبي، فزاع المكارم، أحد أسبابنا بتعلقنا بهذه الرياضة وماضيه الجميل وحاضره المشرف. يبقى وما زال ولا يزال، لا يزال فزاع على الصدارة. المركز الثاني القادم بشعار سمو الشيخ محمد بن ذياب بن سيف آل نهيان، يقدم هذا الاسم الكبير، هذا الاسم التاريخي الذي يستحق أن يشارك مع العمالقة. نهب نهب نهب، وما أدراك ما نهب، تغنى فيها كثيرا عبد الرحمن أحمد أمين. نهب نهب نهب، نهب السيوف، نهب الإنجازات، نهب البطولات. أول سيف يتسجل في هذا الميدان كان باسم النهب الرئاسة، نهب وإنجازاتها بقيادة مضمرها الراحل رحمه الله سعيد بن شطيط الوهيبي. ولكن القادم مع الحمر، القادم مع الخطر، منتزع الرموز في كل مكان، محطم أرقام الدلل الأصايل. التواقيت الزمنية التي تحطمت تحت أقدام هذا الشعار بقيادة مجازفها، بقيادة البطل محمد بن عتيق بن زيتون المهيري، خاطبا لكاس اللقايه
كاس اللقاية مع الداير، وما أدراك مع الداير، أكد مهارته مع الماهر، وأكد بأنه الباهر، أنه المبهر، أنه البطل، أنه المجازف، ومع مشكور باسم الجمهور يا محمد يا بن عتيق يا بن زيتون. وكل الشكر لمن يقف خلف هذا الشعار الحاضر في كل مكان، وهو حاضر بقلوبنا أبو حمدان. المركز الرابع، هجن الرياسة قادمة مع المركز الرابع بقيادة هملول القادمة لهجن الرياسة القادمة مع شقرة شقرة القادمة شقرة لهجن الرياسة علي بن جميل الوهيبي 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 خالك رحمة الله عليه، أول من انتزع السيوف وأنت آخر من انتزع السيوف، وان شاء الله ما تكون الاخيرة يا ابو الجمايل يا علي بن جميل. الشحانية قادمة من صبحت الفترة الصباحية وانتزعت كأس الاجداع مع هجن الشحانية بقيادة الذهبية سالم بن جابر بن فاران المري القادم بكل قوة في دانة الدنيا في دانة الدنيا دبي. الشايب بن فاران عود صبي في شبابه بإنجازاته في شيبه والبياض اللي فيه من وقاره من وقاره من وقاره أبو جابر قادم مع الشحانية قادم بكل قوة قادم بإنجازاته وتاريخه. محمد بن خالد العطية يتحرك بإنجازاته الحوت الحوت من قدم لنا ميان القادم بكل قوة مع ميان وعلاقة ميان ما بين العطية والرموز قادم مع الشحانية. العاصفة قادمة ولكن العودة إلى مقدمة الشوط إلى حجن الرياسة وانتصاراتها بطولاتها أرقامها الانتصارات والإنجازات والبطولات. الحمر الخطر القادم من العاصمة أبوظبي دار السيوف دار الذهب دار المكارم القادم مع المجازف محمد بن عتيق بن زيتون المهيري. شوط العمالقة والعاصفة قادمة مع المركز الثاني يقدم لنا شعار العاصفة مع النصيبة المضمر غياث الهلالي قادم بكل قوة قادم بكل قوة. المركز الثالث هنا نهب بشعار سمو الشيخ محمد بن ذياب بن سيف آل نهيان هجن الشحانية قادمة مع محمية محمية لحجن الشحانية محمد بن خالد العطية. العودة إلى مقدمة الشوط الحمر في كل مكان الخطر في كل مكان يا محمد يا بن عتيق يا بن زيتون يا المهيري. يقدم لنا الشايب يا شيب عيني منك يا بن زيتون يا محمد يا بن عتيق يا بن زيتون يا المهيري. شوط العمالقة يحتاج لها بطل عملاق أمثالك يا المجازف أمثالك يا المجازف ومن مثلك يا محمد ومن مثلك يا المجازف يا القدير في كل مكان يا هل منازف يا هل الإمارات يا محبي الرياسة في كل مكان. شوط العمالقة لها عملاق الأشواط الرئيسية لها بطل يفخر بإنجازه فأي إنجاز تاريخي. حضورك يا أبو حمدان هو رمز بحد ذاته أنت العملاق والعملقة بين يديك وضعها المجازف محمد بن عتيق بن زيتون المهيري.
اوب 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 اوب. والله ولع هذا اليوم منذ بدايته. صباح الخير مع بن فاران، مساء الخير مع بن زيتون، واننا من المنتظرون التوقيت الزمني لحظة فوز الشايبة في المركز الاول. اظن 10 دقيقة وعشر ثواني وجزء وحيدا من الثانية هو التوقيت الزمني. تهانينا لحجن الرياسة على فوز الشايبة، تهانينا لجماهيرها محبي الحمر. شكرا محمد بن عتيق بن زيتون المهيري. المركز الثاني الشاهنية العاصفة في كل مكان، تهانينا لك يا غياث الهلالي. 12 دقيقة 12 ثانية 4